كون النعمان يقول سمعت هذا الحديث وهو على المنبر، وكون الشعبي يقول إذا قال ذلك تقربت منه، يعني دنوت منه وأصغيت، قال أصغيت وتقربت، يدل على أن توثيق الأحاديث في الخطب سواء كانت خطب جمعة أو غير الجمعة مما جاءت به السنة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا من جاء بعدهم من التابعين، بحيث يوثق الحديث ويعزى إلى مصدره، إلى البخاري، إلى مسلم، إلى الكتب الأخرى من كتب الحديث، وبيان أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. ولي حديث مطول بذكر الأدلة حول هذا، خلافا لمن قال لا يذكر عزو الأحاديث في الخطب، وهذا خلاف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم من العلماء المحققين في هذا الفن وفي غيره، لأن ذكر الحديث هكذا دون أن يعزى يكون فيه عدم انضباط. وكم من أحاديث قد تكون ضعيفة أو موضوعة أو ما شابه ذلك، فالتوثيق يجعل المستمع مطمئنا، وتحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتطاول عليها المتطاولون.